هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين وش ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أعزائي ما دخلنا من عالم الحيوان زي كتاب كليلة ودمنة، ومعنا اليوم قصة ثعل المدجة، ثعل الدجاج والطاووس. أكيد كثير منكم عارفين إيش هو ثعل المدج. المدج هو اسم بيت الدجاج في المناطق الوسطى، وثعلب المدج ده يحفر يحفر يحفر، لما يلاقي خزق صغير يدخل منه البيت الدجاج ياكل الدجاج، لما تنتفخ بطنه ويحنب داخل ما عاد يقدر يخرج، يرجع يعمل نفسه ميت. لما يجي صاحب الدجاج يفتح الباب الصباح يلاقي الدجاج اكلهم الثعلب، والثعلب مرقوم هناك، يحسبه ميت يحسبه ميت، يسحبه بسبلته ويرقمبه من الحيد ولا من فوق البيت. يصحي الثعلب بالقو وينزل على ارجوله ويهرب. عرفتهم الان من هو ثعلب المدج؟ حتى بيت اللي في صنعاء قبل ما يطلع رئيس اسمه الآن قرية الدجاج. اسلوب ثعلب الدجاج بالنسبة له اسلوب حياة من زمان. لما قدم مفقوع رأسه بيقرح، يدقى ما يرضى ومسكنة وكأنه بيموت. وقبولي دكاترة روس، قبولي ناتاشا، قبولي علاج، يبرم بنفسه بس عشان اللقاءات مع الناس. ولا هو لا في مشي سبع أرواح. تعالوا نشوف واحد من لقاءاته. بقبائل الحيمتين وحرس وبني وطن القطاع الغربي، مرحبا بكم. شوف تلاقي يلتقي بالحيمتين وحراز وبني مطر وهو يبرم في خولان وسنحان ونهم. خلاص الآن بدأ يشتغل وبا يبرم برميل الثورة ويفطروا زي كفر الحراثة. الأخوة الأعزاء، مشايخ وعيال وشخصيات اجتماعية من محافظة المحوية. قال استتقفز لي من قبل لا قبل، من بني مطر لا المحويت، امسكوا يا حوثها لا يقفز على البحر الاحمر، مشوا حق سباحه. هي حرام انك ثعل المدق. الامور تحتاج الى ثبات. ثبات ثبات احمد ولا الطويليه؟ ايش الامور يا عفاش؟ ما تشتي تقول لبني مطر والحيمتين ثبات على ما هو، لكن لما يكون في ثبات كلنا ثابتين. الثبات مش ثباتي انا، ثباتي من ثباتكم وبقائي وبقائي من بقائكم. يعني زبطني اضبطك، اثبتوا منكم بس وما لكم الا امور. سبحان الله من احيا عفاش وهو قد كان ذابل ساعة الذبالة حق الفانوس. يعلم الله من سقاه جاز ولحقوا بالرمق الاخير. كان برميل الثورة اختلف فوقه وقفره وطفحه، هي عملية عيون بس، يعني ما يحتاج يقول لهم اني بقاءه من بقائهم. واضح انه كالعادة بيبرم. وكما ثبتتم خلال سبع سنوات مضت من عمر الثورة منذ انطلاقتها في 26 من سبتمبر عام 62. ثورة 26 سبتمبر بقى لها أكثر من 55 سنة، مش سبع سنوات وعفش فش. قال سبعينك 11 فبراير بين عيونك هي جابت لك العمى والطشاش من القهر والغلابة. وكأما تعود الإنسان عندما يتعود واحد على الصبر على الجوع يثبت. تعودنا على الجوع، تعودنا على المرض، تعودنا على كل شيء. ما عليك ما عليك، ما هذا أنت ما قصرت، عودت الشعب هذا على الجوع والبرد والمخافة 33 سنة وانت تحكمهم بأفلام رعب.
كان آخرتها حقك الزومبي عبد الملك الحوثي، نبشته من قبر أجداده وتفقع به الشعب. تعودنا على أي شيء فعلاً، ولو ما تعودناش على أي شيء ما سكت الناس على ما قالوا رئيس لجنة ثورية وقلبت له فلون وتع واللي ما يسواش. أهنت المؤسسات بهم وأهنت حتى أصحابك. تضرب تقتل ما هي مشكلة. أيوه هذا شعب الفلزات يقبل الضرب والسحب مش مشكلة. المهم البهال حقاك بقصور أبو ظبي مرتاحين، ما يكذبوش حتى بمطب ولا يفتدعوا حتى بصورة مشرف. أبو هالشعب هذا مش مشكلة. هذا شعارنا. إلا ما هو شعارك أنت زعيم الأربال، ما أبو شربة زيك يمطط ويقرح وما يبتزخش إلا أنت. هذه ماركة عفاش ما هي الشعار. لطموا أصحابك، سحبوا بهم من المؤسسات من الوزارات من البيوت، وانت مكانك مش مهتم ولا تبالي ولا حتى آسف. لا حد يراهن على الخلافات الهامشية الداخلية، هذا شيء عابر الطريق، تباين في وجهة النظر طبيعي. أيوة جمالي طبيعي، جمالي رباني. إيش تقول أنت؟ هيا شفتهم كشحوا كامل الخوذاني ودغدقوا زي اللعم الصغار وطعفروا بحق المحامي المسوري ولطموا وزراءه، وكل هذا يقول لك خلافة هامشية. ضرب الخوذاني وبهذلته شي عابر، قتل الرضي اللي كان جنبه جنبه زي الرمز الانتخابي، هو تباين في وجهات النظر، هو طبيعي. كل هذه الإهانات طلعت خلافة عابرة وتباين في وجهات النظر. من يوم ما شلوا من الراعي ها لا وجهات ما عاد بتستحي، رجعت ما تستحي. على الأقل تتحشم قدام أصحابك وأنصارك وتتعاطف معهم، مش كذا ولا لهم قيمة عندك. إذا أنت تقول لأتباعك إهانتكم عادي، دعسكم اختلاف وجهات النظر، قتلكم عوارض جانبية ما تأثرش، إيش حد بيقول الحوثي؟ تستاهلوا تستاهلوا. خلونا نجوا الخلافات الهامش الهاشي الهامش الهاش الهاشمية الهاشمية تمام يا مدير، الهامشية الهاشمية واحد. وذكرته بأنك على عبد الله صالح سكتنا وتجاوزنا، واليوم تأتي تحدث عن تجاوزات. لقد سكتنا عن 6000 شهيد، في مقدمتهم الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. حيا بالطاووس حيا. ما بوش ليش قفاك، ايش من طاووس انت؟ مش واخد من اسمك معنا، اللي وراك كلهم شيلان. المهم سمعت يا عفشفش، سمعت ما يقول مشرف دمار؟ هم اللي يستخدموا ساعة الاتريك تضاوي لهم بس لا قدام قدام، ولا ما هم قدام ما نسيوش مقتل سيد المتبردقين. قال لك خلاف عابر وخلاف هامشي هاشمي مش متباين. 6000 واحد وتقول لي خلافة هامشية؟ بتشوفه بيشرب ماء كل كلمة واخته، بيت مغطوا لك تمغط، شكلك حانب لهم هنا ساعة السفر. قال لا طلعت ولا نزلت. سكتنا عن هؤلاء الشهداء، لم نسكت عنهم ضعفا ولا جبنا، وإنما حرصا على الوطن وحرصا على الشعب. وإتاحة فرصة لك إن كنت تحب أن تعيش بكرامة. شوف كيف هم ساكتين عليك ليش؟ لكنك خافت صبوحك ما يفعلوا لك يا خلاف هامشي. ها ايش قال؟ قال ان كنت تحب ان تعيش بكرامه ولا بيقع. لا ادعس لا تجرى ان تقدم موقفا، هم عملاء لك في الرياض وانت عميل لهم في اليمن، يجب ان نقولها بكل قوه. كفى مجاملات، هؤلاء هم خونه. يا خاين طلعت شابك من كل الكامبات يا عفاش، ومن خلف العداد كمان، قدهم مزقنين عليك مخالفات. للحين انت والحوثي بتتضاربوا من يقع منهم باليمن، وتتهموا بعض بالعمالات يا خلافات هامشية. في الأخير رجع يتودد لي لأنه مستعد أن يكتب كلمته وأن يتوقف على أي كلمة. قتلكم طبع ثعل المدج، هذا طبع وسخ، لا تصدقوش لا تصدقوش. وطاوس الراجل بيبرم عليك، ايش تيبرم؟ ما بتنفعكش بعدين السبلة حقك ولا الشيران اللي قدك مقلمت بهن. قال يتودد لي، قال توددت لك تخرب. هي قلت له وداعا يا علي عبد الله الصالح، لن تجدنا بعد المناسبة كما عرفتنا قبل المناسبة، لقد صبرنا عليك
ستعرفنا بعد المناسبة بوجه غير الصدق. قد صبروا على لعيبك ورفلتك كثير. قد حزن زيد بيقول لهم فانبض إليهم. الله أعلم ما قصده بالنبذة. كل واحد فيكم ينبت على نبذته. الله لا حملنا. عفاش الشي يقنعنا أنه السرق أخوة والعذي يقول ما سارق مثل سارق. فاصل ونرجع نواصل مع قصة على الدقاق والطاووس. أبقوا معنا. هيا أبوكم ومرحب. خلونا نكمل مع بعض ونشوف قضية الثعلب. ما بش قضية يمنية يمنية، احنا اتركونا احنا عندنا. سد الأول انت ومرمين الثورة. سد الأول بين المؤتمرين والحوثيين بعدين اتكلم. جالس تتهرب من من المواجهة ولا جالس بيكارشك ويزابطك زي الدب الغاز؟ لا تخافوا لا تخافوا، عن سد احنا وبن دغر وعن سد احنا والدنبور وعن سد احنا وعلي محسن. من وين بقى تسد؟ أقول لك سد أول أنت وأصحابك اللي دخلتهم بيدك وبيناولوك بأرجلهم. أما هذه معه حمران العيون بأربعين قبها يشوفوا شغلهم ولا هم دارين وينك. هذا لا تخافوا، هذا تخافوا عن سد احنا هم بضاعتي. هم بضاعتي وخبزي وعجينة. افهموا. طلعت 30 سنة تخبز وتعجن وفاتح لك فرن على شارعين والناس فاكرينك رئيس بلاد. قال خبزي وعجيني. افهموا، ما رضيتوا تقروا ولا تقروا ما بين الخطوط. افهموا، هؤلاء بضاعة صالح، بضاعة عفاش. ايش تسوي؟ هؤلاء بضاعتي انا 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 وحبيبي وحبيبي مش دريبي. قد حالتك صعبة، حالتك صعبة ولا حد معبر لي. قال لك بين السطور، قال بين السطور ولا بين طيسان العجين؟ لازم نفهم. قال فد لك وحدك، السطور لغيرك يا عجان. انت عجين بس واخبز، اخبز لك مجهود حربي انت وحقك المشايخ ذولك. جنون عظمة، كائن غبي كان يعتبر كل موظفي الدولة خدم عند أبوه. عقلية عكفي مليان عقد نقص. إيش يقول للسعودية ليش تتعاملوا مع دولة؟ تعالوا تعاملوا مع المعلم نفسه، الخباز الكبير المباشر. طيب يا أبو البطايع البايرة، مش قد الدولك طائرة فلوس وانت رفضت قلت لا لا مشتيش ورجعت فضلت انك تساير الحوثي وبرمي ثورته؟ ذا الحين خليهم يأكلون أكتبنا ولا دخن عشان تكون تعجنا. احلبوكم، ما عيب على لكم شيء. شوف انت حلبت السعودية ومزيت 33 سنة، لا شبعت ولا قنعت، وعالقوك مرتين ولا مسكت قمالة، وزد قبت للحوثي 400 صاروخ سكود يضربهم عليهم، وعادك تشتيهم يوثقوا في بك، ما عاد تفعل انت لهم وقد بعتهم بالرخيص. شوفوا بقى ما قد احسنهم، بطونهم منفوخه، وجناتهم غريضه، ملابسهم انيقه نظيفه، بيجمعوا الحسابات. وهذا ايش نسميه؟ حسد ولا قهر؟ موتوا وسموا وقهروا انه نشوف يمني بس مرتاح ومهندم يموت ويحترق. اشتيهم كلهم قاوعين قافعين مغبرين ملتفين زي اللي قدامه، زي اللي قدامه صبين ودعس ويصفقوا له ويزاغفهم وما يشتي، وهو يقول بعدك بعدك بنروح بالدم يا عفاش. ابحثوا عن الفلوس اللي بتدفعونهم أم بيخبوها في أي حسابات؟ في البحرين، في جنيف، في أي مكان. الحسابات دي شغلتك انت، ما قد حد ودى فلوسه بنمل انت. عسك بالزلط يا راجل، من ايش خلقك ربي؟ ما قنعت ولا شبعت، ثقب اسود يبلع مقره، مقبره ما ترجعش ميت ولا يظهر عليه قاوع ابن قاوع. وشوف يا مؤمن، شوف يا مؤمن وتامل كيف انه السارق عارف وين ممكن تتخبى الفلوس. خوز خوز بس ولا ذكر ابو دبي. تقولوا ليش؟
لا حد بيطلب سلطة ولا حد بيبحث عن سلطة. اللي يبحث عن سلطة مغفل وغبي، والبلد تعيش هذا الأوضاع المترددة. أيوة، ما حد يدور سلطة، يدوروا بقاش. عشان كده أنت حسك عند الفلوس. خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين. طيب سيب أنت، فلت، روح لك اتنومس. إيش حد باقي معك؟ ابحثوا عن أمن واستقرار، ابحثوا عن أدوية. هيا ملاحنا والمرفالة حقك، مرفالة حقك ولا بطل يسد لك على خبيرة واحدة. ساعة تقول ابحثوا على الأرصدة والحسابات، ولما طننوا في الموضوع قلب تبحثوا عن أدوية. قدهم يموتوا طوالي اطمن. يأسوا من الحياة ما عاد إلا أنت مزبط متشبث بها، ودقيق طائرة من روسيا عشان تعمل لعيونك قطار من القفافة. جعل لك العمى والظما. كم أرى في التلفزيون أطفالا ونساء ورجال يعانون من مرض الفشل الكلوي ومن حمى الضنك ومن عدة أمراض بسبب الحصار الجائر المفروض من الجارة السعودية. والله ما بالله إلا بسببك وبسبب انقلابك أنت والمتبردقين حصلت كل البلاوي. كل البلاوي بعهدك وبانقلابك حصلت. القراية عفشفش سمحت بالطيارة تجي تعالقك أنت بس. أما الأطفال والمرضى اللي تشوفهم يجعل لك العمى. ما تجي لهم إلا صواريخك وألغامك وقذائفك ولا طائرة المطششين من التحالف. عاد اللي تسميهم العدوان البربري الغاشم بحاجتك. يعلم الله ما قال لها. هكذا المملكة العربية السعودية الجارة هكذا هي بعد مصالحها. ساعة يقول موت ومرض عادي طز أتحمله، وساعة مع ناس ثانين يختلف الأم تريزا. ما لذا فخاخي حربة ما عادش بني آدم يا خلق الله. من كان معاك كان ضدك، ومن كان ضدك كان معاك. هو هذا الكلام باختصار. أنت الآن تعترف تشتي تقول إنه الحوثي قدوا عدوك والسعودية اللي هي عدوتك يا سعم قدها معاك. هيا قد حسن زيد والطاووس أخبر أخبر فيبك وبين بذولك اليوم بكرة بعده إلى وسط دقاقك، والهرب سنة والملقى يوم. وسدوا إحنا أصحابنا اللي قلت ما بيتقدموش منهم شبر قد تقدموا ده الأسبوع ما لهم شي. ربي يقويهم ورسلوا لك بضايعك مخبوزة معجونة جاهزة. خاطركم نشوفكم الحلقة الجاية. Blah, 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 blah.